بدنا نبلش بشيء اسمه سوبر برين يوغا. يا بيي يا سامعين فيها؟ سامعين باليوغا؟ خبري سوبر برين يوغا هيدي يوغا الدماغ الخارق. نعم هيدي بعلموها بالهند رافي، بعلموها بالهند وبعلموها قبل كل صفوف المدرسة. ليه؟ لأنه بيصير دماغكم سوبر قوي. شو بتكون أحلى من هيك؟ إيد اليمين بتحطوها على الدين الشمال، إيد الشمال عن جد عم بحكي جدي، عم بحكي جدي، إيد الشمال هاي الإيد حطها هون إيه، وهاي الإيد حطها هون عالدينة. أوكي لسانكم ملزق بسقف حالكم، مش كانوا عم تعمل أوكي يلا إجريكم بعد عن بعض، ننزل تاخدوا نفس، ننزل واحد لبرة، اثنين واحد اثنين. شرفكم عم تحسوا حالكم ذكية. مين ربح؟ سهيلة. يا سهيلة سعد. شخص ليه حدا ليه هيدا الشخص، مع انه كلكم عن جد كنتوا بتعقدوا هالاسبوع، اكشلي مش رح اقول هالاسبوع لانه فعليا انتم باربع خمس ايام قدرتوا، لانه انا طلعتكم على الميزان الاربعه صح؟ سو باربع خمس ايام عملتوا انجاز كلكم انجاز. بس ذا نمبر 1 شخص يلي مع انه معظم العالم عم بيقولوا انه هي ما عم تاكل كثير وحرام وما بعرف شو، هو حتى حطيت لك صوره، هي سهيلة. هالمرة رح خليك تنقي الفطور او الترويقة انت اذا بدك، انت انا ببعث يعني اذا بدك تقولي لي شو انت بدك هلا منقرر اي نهار حسب السكيدجول تبعكم، اذا بدك انت تقولي لي شو بدك انا بجيب لك اياه حاضر خالص، او اذا حابه انت تطبخي لزملائك بالاكاديمي كمان فيكي ما في مشكل. وات ايفر يو وونت. بيونسي جسمها كثير حلو، بس بيونسي بفتره كانت بريجننت، كانت حامل. بدي فرجيكم كيف كانت وقتها كانت بريجننت. ليكو نصحت 26 كيلو، يعني هي منا كميه كثير كثير خفيفه، يعني نصحت 26 كيلو. 26 كيلو كثير كميه كبيره، تو ماتش تو ماتش. 26 كيلو بس قدرت ترجع تضعفهم بست اشهر، بست اشهر قدرت تضعفهم. وبعد ما عملت انترفيوز مع الصحافه بعد شوي ناس هي فارم جسمها حلو. ها هلا ليك كيف صارت، ليكوا الافتر تبعها، ليك كيف صارت بعد ما ضعفت. بدنا لحظه هيدي بعد ال يس هيدي نيو بيكتشر، هيدي هيدي جديده. جاي بيونسي لهون، جاي بيونسي لهون هلا بتشوفوا. هلا مروان رح ينزل يستقبلها عن الدرج. انا بتجيب بيونسي بتجيب. ويلكم 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 تو ستار اكاديمي. عرفها على مابيل، ولا مابيل كثير بتحبها. شنغليا وسياب وسياب شباب لاحظين. خلينا نحكي عن اصناف الاكل تبع بيونسي اللي بتاكلهم لحتى تقدر تضعف. مش بس رح جايز نحكي عنهم، رح ناكلهم كمان وندوقهم. خلينا نحكي عن اول صنف اللي هو حدا بيعرف شو هي ما عدا مروان، حدا بيعرف شو هي؟ لا It's called a dragon fruit. اسمها dragon fruit. Dragon fruit اسمها بيتايا، اسم الاسم الفعلي تبعها. الدراجون فروت، الدراجون فروت بتعرفوا ليه منيحة؟ حدا عنده اي فكرة ليه ممكن تكون منيحة؟ اسمها دراجون، ما هي منا الكيوي شو اسمها بالعربي؟ قومي عبي لنا لحتى ندوق كلنا سوا. يلا مين؟ الدراجون فروت اذا بتطلعوا مثل كل الفواكه فيها كثير فايبر، فيها كثير الياف يعني، سو منيحه للهضم كثير. هيدا منها هي ايه ايه، بس حطي شوي لانه ما في كثير بعدها كلنا يطلع لنا. طيبه جدا فواكه دواء. لا طيبه طعمها زي الدواء. الطحالب البحر كثير منيح من هيدي الناحيه، سو بيرجلجوا الغده، بيحتوي على كميه حديد كثير كبيره، سو كثير منيح للعالم اللي عندهم فقر دم. بنفس الوقت بيحتوي على فيتامين سي. طيب وده بيتاكل سي؟ فيتامين سي كريستال ميتا زرنيخ البحر كريستال طحالب البحر بيتاكل ده مكان ورق العنب. مش هيك مش لحاله ايه، يا بيرشوه عاده فوق السلطه، يا بيعملوه بالسوشي بحطوا بقلبه رز وبيلفوه. بكره شي نهار بنعمل سوشي سوا. نيكست روق بليز. شو هيدا؟ بس شو جوز الهند؟ الكوكونات اويل، زيت جوز الهند بدنا نحكي عنه. زيت جوز الهند، اصلا معنا جوز الهند كمان اليوم، بس حدا تاني، حدا تاني بياكل بيشرب جوز الهند. انا بحب جوز الهند.
سامعين عن زياد جوز الهند؟ سامعين عن جوز الهند؟ انا اكزاكتلي برافو عليك برافو عليك. بيعمل ايه؟ برافو. بس جوز الهند سنه بعلم وعالم التغذيه زياد جوز الهند عامل بوم عامل صرعه كثير كبيره لانه كثير دراسات جديده اكتشفوا انه زيت جوز الهند اكشلي اذا بنطبخ فيه بيساعدنا انه نقدر نضعف منيح للبشره ومنيح للشعر كلنا بنعرف هذا الشيء ومنيح للضفير هيدا معروف كثير لانه صار له زمان بيستعملوه بلاد الاسيويه كرمال هول القصص بس كمان اذا انطبخ فيه اول شيء بيتحمل درجه حراره كثير عاليه مشان هيك اسمه MCT بيتحمل درجه حراره كثير عاليه تاني شيء كثير بيساعد على حرق الدهون مشان هيك عامل ضجه كثير كبيره كريستال الدوية انا خفيفه حتى جاي بفستان جاي بفستان السهره واو نشوف الصوره تبعها هي وحامل ليكو كانت حامل بتوينز بتوأم مشان هيك مع انه اكشلي كانت حامل بتوأم ما نصحت كثير نصحت قد ايه نصحت يا كريستال نصحت 30 كيلو 30 كيلو بس ما بيونسي كانت حامل ببنت وحده نصحت 27 كيلو سو ما كثير متي اسمه بيشربوها كثير ايه المتي بيشربوها كثير بامريكا اللاتينيه امريكا اللاتينيه وعندنا بالجبل كثير بيشربوها كمان اتس ترو هي عشبه المتي تفضل مروان قوم عبي لنا متي فيها يعني احسن من الشاي واحسن من القهوه لانه بتحتوي على ماده الماتيين هيدي اللي بتعطي كثير انرجي بس بنفس الوقت ما بتخليكم تحسوا حالكم داون الفا لينوليك اسيد اي ال اي هيدي الماده اللي موجوده بقلب هيدا الزيت اكشلي بتقدر تساعد على حرق الدهون شيء ثاني كمان بدنا نحكي عنه هاي بروتين بيحتوي على هاي بروتين الكوكونات ووتر سو كاينة قومي عبي لنا كوكونات ووتر بليز خلينا نعطيه بريك لمروان هيدا جوز الهند اللي بيكون بعده فريش هيدا هيدا هو يلا هيدا هي بتجي هيك بس بقشروها يعني هيدا لا مش مثل الصورة ليه مي جوز الهند منيحة؟ أول شيء كتير بتطلع المي من الجسم سو كل العالم اللي بحسوا حالهم مورمين ومنفخين هيدي المي ديوريتك اسمها يعني بتظهر المي من الجسم تاني شيء بترجلج مستوى السكري في كتير عالم اذا قعدوا فتره كتير طويله بلا اكل بحسوا حالهم داخوا بحسوا حالهم جاعوا سوبر زياده عن اللزوم بحسوا حالهم عصبوا مية الكوكونات لانه فيها ماده الارجينين بتقدر بتساعد على هول الامور بس مشكلتها مثل ما كنت عم بقولها لدينا انه بتحتوي على كميه سكر عاليه مشان هيك الواحد بده يشرب يعني ما فينا نشرب منها بكميات كثير كبيره لازم نشرب ماكسيمم كبايه صغيره بالنهار علي من السعوديه هالاسبوع قدر انه يخسر كيلو من وزنه مبروك علي كمان هدفك شو حافظ على وزنك اكيد بننزل تزيد عضلات هيدي ضعفت كيلو ونص مع انه كانت بروسيا خلاص كيلو ونص انيس حافظ على وزنه لهالاسبوع الاسبوع الجاي كمان نفس الشيء بيرفكت ايوه مبال من لبنان حافظت على وزنها الاسبوع الجاي كمان بتوعد الجماهير انه راح تحافظ على وزنها محمد ضعف كيلو و400 جرام الاسبوع الجاي كمان بده يخسر كيلو واحد من الكرش كرشه زئيف زئيف ما في بيس لا ما بيس بس هيك اوكي محمد انت ضعفت كيلو بهول الاربع ايام خمس ايام تقريبا واذا بسطتك ولا زعلك بيرفكت انا كثير انبسطت بدي اياك بس الاسبوع الجاي تحافظ على وزنك يلا اوكي بينا نعمل كده سكينة من المغرب حافظت على وزنها واسبوع الجاي كمان ها تحياتي رفيان من لبنان حافظ على وزنه واسبوع الجاي لازم يضعف له شيء 6-7 كيلو شو مروان زاد وزنه هالاسبوع نص كيلو ايه تفضل 400 جرام
واسبوع الجاي رح يضلوا مثل ما هو. زقفة كبيرة لحنان من المغرب. حنان ضعفت نص كيلو على الستريس بس اسبوع الجاي نص كيلو. والله انا كنت فاكره كيلو نص كيلو. واسبوع الجاي رح تعوضهم وتضعف كيلو ونص. ماشي. دينا من مصر. دينا تحدت الجميع وضعفت كيلو ونص من وزنها. واسبوع الجاي مع انه كنت عم تاكل تشيبس وخبز ابيض اسبوع الجاي كمان رح تضعف كيلو ونص. من لبنان زقفه لشانتال. شانتال ضعفت. تفضلي. ده ضعفت كيلو ونص. ميرسي ميرسي. وشانتال الاسبوع الجاي رح تحافظ على وزن. سهيله من الجزائر تفضلي. سهيله قدرت تنصح كيلو مع انه كل العالم مفكرينها انه هي مش عم تاكل. برافو سوسو. سهيله هالاسبوع رح تحافظ على وزنها مش صح؟ مرتضى زقفه كبيره ضعف 2 كيلو هالاسبوع. مرتضى الاسبوع الجاي كمان 2 كيلو كمان رح تشيلنا 2 كيلو. بيرفكت. الاسبوع الجاي نسيم ضعف كيلو ونص. خبركم شغله قبل ما فل. اخر شيء بدي اعطيكم اياه لاحظتوا انا شو لابسه بايدي تبع دقات القلب تبع الباور. هيدي تبع هيدي اسمها فتنس تراكر. هيدي بتعمل بتقيسلكم اللياقه البدنيه تبعكم. بتخلينا نشوف انتم قد ايه عم تحركوا خلال النهار. اوكي سو انا جبت لكم اياهم كادويات لكم هول بضلوا معكم واحد ورا الثاني. هيدي لك سكاينه. انتبهي سكاينه انتبهي وقت بدك تلبسيها حبيبتي. هيدي على اليمين على مثل ما بدك بس هيدي بدها تكون من تحت. اوكي انيس لا اتسوكي حبيبي. حنان علي مرتضى يا ليش كيف عم تنقفل. ذير يو جو. كلكم عندكم ساعات صح؟ انا لانها دايره اجوا خصيصا من امريكا لكم هول الفتنس تراكرز. هلا دان دان؟ اه هيك ما يتسالي خلص هي بتمشي لوحدها.